عندك كيس مكرونة وشوية شبت زي ما انت شايفة كده، هنعمل بيهم أكل حكاية. حط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، يلا بينا نصلي على الحبيب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض هنعمل ازاي المكرونة بالشبت بطريقة جميلة جدا ومختلفة قوي، هتعجبكم ان شاء الله. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل الاشعارات، وطبعا ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحط لايك للفيديو لو عجبنا، يلا بينا نبدأ مع بعض وصفتنا دلوقتي. بقى عشان اسلق معايا المكرونة عندي حلة كده على النار فيها مية طبعا مغلية، هنزل عليها بشوية من الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا المكرونة انا طبعا مكسراها بالنص زي ما انتم شايفين كده، هاخد شوية بشوية منها وهنزل بيها كده. بسم الله اهو، تنزلي بيها مرة كده بالعرض والمرة الثانية تكون بالطول بالشكل ده عشان ما تعجلش منك وتطلع معاكي جميلة جدا. اهي مرة كده ومرة كده، هتلاقيها كلها بقت ايه قد بعضها وما تعجنش منك ابدا، حتى لو فيها كده ما فيش مشكلة. نغطيها بقى كده وهتلاقيها كلها طريت ونزلت معاكي، بس الاول نديها تقليبة بسيطة مع رشة الملح زي ما انتوا شايفين. طبعا بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد ما قلبناها بقى معانا نغطي عليها اللي هي ايه نص تغطية كده لحد بس ما يدوب تلاقيها تعمليها كده تلاقيها ايه طريت معاكي وايه، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى نحضر باقي الحاجات ونشوف هنعملها ازاي. الوصفة دي حلوة قوي ومغذية جدا كمان، ان شاء الله تعجبكم. المكرونة ما تتسلق، ناخد احنا بقى الشبت بتاعنا كده ونبدأ ان احنا نقطعه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعيه بقى صغير جدا، اهم حاجة في الوصفة دي ان الشبت يكون صغير جدا. عندك بقى كزبرة، عندك بقدونس، كملي بيها مفيش مشكلة. بصوا المقص بيطلعه قد ايه صغير جدا، دي احلى حاجة بقى في ان انت تعمليه بالمقص اصلا. ادي البصل بقى تقليبة كده بحيث ان هو ايه يختلط كده بالزيت. طبعا انا حطها على الحلة وهي سخنة. سيبي البصل بقى عبال البصل ما يتعمل، تعالوا نقطع الطماطم مكعبات. بقى ناخد معانا الطماطم ونبدأ بقى ان احنا نقطعها. قطعيها بقى بالشكل وبالطريقة اللي انتي حباهم. هاخدها بقى معايا كده بسم الله ونقطعها مكعبات عشان برضو ايه تحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعتها. الطريقة دي حتى لو انت بتعملي سلطة الطريقة دي سهلة جدا، اسهل طريقة تعملي بيها تقطعي بيها طماطم. بصي عايزة اقولك الطماطم دي اصلا طرية. بقى عندي البصلة اخدت معايا لون، هنزل عليها بقى على طول بشوية الفلفل دول. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنديها تشويحة كده سريعة كله مع بعضه، واهم حاجة بقى لازم اشوحها معايا في المرحلة دي هي المكون الاساسي للوصفة، وهو رشة الكركم، معلقة صغيرة جدا من الكركم بتبقى جميلة جدا. لازم ياخد معايا تشويحة. وهنزل بقى بالطماطم، الطماطم دي كلها انا مقطعاها طبعا معاكي دلوقتي مكعبات، ومجرد بس الطماطم ما تاخد تشويحة كده خفيفة ننزل بقى بمكعبات الفضل. بصي الوصفة كلها سهلة ما بتاخدش ثواني. بصوا بقى بقت عاملة ازاي، رهيبة، تاكلي فيها كمية خضار محترم. نحط بقى التوابل والبهارات بتاعتنا دلوقتي خلاص، وطبعا احنا مشغلين كله على نار عالية. نحط بقى رشة الملح
ومعاها فلفل اسمر، واهم حاجه طبعا يعني ايه الكركم، ده اهم حاجه في الوصفه دي. الكركم يا جماعه مغذي جدا للاطفال، حلو جدا للعظم، بيقوي السنان، وكمان اهم حاجه فيه ان هو بيقوي الذاكره للاطفال، دي اهم حاجه. نسيبها بقى كده ايه الصدوق ياخد معاها تشويحه شويه، ويبدا ان هو يدخل في التسويه كده فيها، وبعد كده نشوف بقى هنحط ايه تاني وهنعمل فيها ايه تاني. بقى سبتها اتشوحت معاها على الاخر، بصوا بقى منزلها صوص عامل ازاي، تقدري تطلعيها معاكي بالشكل ده وايه وتاكليها على طول، هتبقى جميله جدا. دي بقى تتاكل بالعيش، حلوه قوي تتاكل بالرز كده، جميله جدا. او ممكن تضيفي بقى عليها المكرونه زي احنا ما هنعمل كده. بصي كل الخضره اللي حطيناها في الاخر ما بنتش، انا بحب اعملها كده من غير صلصه ولا حاجه، بتكون معايا جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى ما شاء الله عليها، جميله جدا. لونها بصراحه برضو حلو قوي، وفي نفس الوقت لو حد معدته تعباه يعني مش هيتعب منها. ممكن كمان ما تشوحيش البصله وتغمقيها زي انا ما عملت، تقدري تسيبيها فاتحه عادي جدا، بس مش اللي هي بيضه بقى، يا دوب بمجرد ما تبدا بس انها تدخل على الاصفرار كده او تدبل تحطي عليها بقى المكونات دي. شايفين بقى لونها وشكلها صراحه يعني يفتح النفس قوي. تعالوا بقى نحط المكون الاخير معانا وهو الشبت. الشبت ده انا هحطه سواء بقى حطيتي شبت بس، حطيتي شبت وكزبره وبقدونس، يعني حطي بقى ايه زي ما تحبي. ناخده بقى معانا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى الالوان والقيمه الغذائيه، دي اهم حاجه في الوصفه كلها. نديله بقى تقليبه كده كويسه، نطلع بيها بقى دلوقتي من على النار ونقدمها سوا مع بعض، ونشوف كده الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى اتعملت معايا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عايزه بس اوريها لكم بوضوح اكتر. بصوا بقى كده عامله ازاي، جميله جدا. ان شاء الله بقى تعجبكم تجربوها. لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، وطبعا يعني انا مش قادره اقول لكم قد ايه، مش قادره اوصف لكم قد ايه طعمها جميل، حلوه جدا. وكمان بدل ما تاكلي طبق المكرونه بالصلصه وتحطي جنبيه شويه تحمري شويه صدق وبتاع، ملهاش اي لازمه. بصي كده الطبق شكله يفتح النفس وطعمه حلو جدا، والريحه ما اقولكيش، والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. بتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.